باللون البشرة اللي بشتغل بيه، وهعمل دايرة سحرية من لفة واحدة بس، وهبتدي اعمل جواها 7 غرز حشو. هقفل الدايرة، اطلع سلسلة ارتفاع واحدة، هلف في الشغل، هشتغل على كل غرزة هتقابلني غرزة منزلقة. اطول الخيط واقص، هعمل منها 2 قطعتين. تعالي سيبهم بقى على جنب ونعمل الايه، الانف. هعمله برضو بنفس لون البشره، هعمل 4 سلاسل واحد 2 3 4 من تاني سلسلة هشتغل فيها. بس هشتغل ازاي؟ هلف في السلاسل وهاجي لورا، هلاقي حلقة كده، بصي دي، اهي شايفة دي؟ دي اللي هشتغل عليها عشان ما تبينش الايه، الاخرام بتاعت السلاسل، فدي اللي هشتغل عليها. هعمل 2 حشو، 1 حشو اهو، كمان غرزة حشو اهي على حلقة، بصي اللي ورا دي شايفة اهي، 2 حشو، وفي اخر غرزة اهي هشتغل 4 غرز حشو مع بعض. الحلقة دي دي اجيبها كده واشتغل فيها ايه، بس هدخل فيها كويس اهي، وهشتغل فيها 4 غرز حشو مع بعض، 1 2 3 4. هشتغل بقى على الجهة المقابلة، يعني الجهة التانية اهي، دي وهعمل ايه، هعمل غرزة حشو، ممكن اخد معايا الخيط كمان عشان اثبته، واشتغل غرزة حشو في الجهة المقابلة، وبعدين 3 غرز حشو اهي، دي اخر غرزة، 3 حشو مع بعض. لو لقيتي فيها صعوبة اشتغل غرزك عادي على السلاسل عادي. كده 1 2 3 حشو. تعالي بقى اعلم السطر الجديد، علمت اهو، وهاجي للسطر الجديد، هعمل في اول غرزة هتقابلني هعمل فيها غرزة تزايد. اول حاجة يبقى ايه، غرزة تزايد، وبعدين غرزة تزايد، وبعدين 2 حشو، 1 2 حشو،
وبعدين 3 مرات تزايد، 3 مرات تزايد، يعني كده أول مرة تزايد، تاني مرة تزايد، تالت مرة تزايد، وبعدين غرزتين حشو، 1 2، وبعدين مرتين تزايد كده، أول تزايد كده، تاني تزايد كده، بقى عندي 16 غرزة حشو. تعالي بقى السطر اللي بعده هشتغله ثبات على 16 غرزة حشو، يعني في كل غرزة حشو هشتغل غرزة حشو واحدة. خلصت اهو، تعالي بقى هاجي على اول السطر الجديد وبعمل غرزة منزلقة، تمام كده، هقص الخيط بس هطول علشان اخيط بالخيط ده، تمام كده، اشيل بقى العلامة خلاص مش محتاجاها. وتعالي نطرز الانف، هاجي امسكه كده من الجنب، شايفه غرزة المنزلقه دي، ومتنيها كده، طبعا الخط اهو مستقيم، ومتنيها كده، وهاجي على 4 غرز وهحط دبوس، يعني مثلا ايه، احط مثلا، حطيت انا الدبوس الاولاني كده خلاص، طيب وبعدين هعد، 1 2 3، في الرابعة حطيت الدبوس، تمام كده اهو، بالنظر كده الشكل متناسق، تمام. تعالي بقى باللون البني، وهاجي ادخل، خليني ادخل من هنا مكان اول دبوس، هاجي للدبوس اللي بعده وهدخل، هروح واجي كده كام مرة، 2 3 حسب ما انا عاوزة. عملت كام خط كده؟ عملتهم 4. هاجي بقى من الطرف من هنا وادخل، هاجي هنا بقى هعمل، هاجي هدخل من تحت الغرز دي كلها، من تحت الخط دي كلها، بس هدخل بايه، بطرف، بظهر الغرزة،
ليه؟ علشان الإبرة ما تاخدش معاكي خيط، فادخلي بظهر الايه الإبرة اهو من تحت الخيوط كلها. خلاص كده هنزل بقى بالإبرة. خلاص وحاول ان انا اثبتها. وتعالي نعمل الطاقية بتاعت بابا نويل. هعمل دايرة سحرية من لفتين وهعمل جواها 5 غرز حشو. ما بعدش البداية وهعمل 5 حشو. 1 2 3 4 5 حشو. تعالي نقفلها. هاجي من جنب من هنا من الخيط الصغير ده، هشد خيط. اللي بيتشد ده يبقى هو اللي هيشد التاني، واجي هشد من نفس الجنب. الخيط الصغير ده بقى وهيشد اهو. تمام. تعالي يلا السطر اللي بعده نجيب حاجة بقى نعلم بيها السطر الجديد. تعالي السطر الجديد اعلم بقى انا بالايه، بخيط لون مختلف. وهاجي هعمل 4 غرز حشو. 4 حشو. واحد اتنين ثلاثة أربعة حشو وتزايد. يبقى أنا كده عملت 4 حشو وتزايد. كده بقى عندي 6 غرز حشو. هشتغل سطرين ثبات على 6 غرز حشو. بس لو لقيتي الغرز مقلوبة اعديليها لقدام. يعني انا مثلا كنت بشتغل كانت كده، عدلتها لان هما صغيرين. خلاص واعدل كده الغرز. تعالي نعلم السطر الجديد وهنشتغل سطرين ثبات على 6 غرز حشو. كده انا عملت السطرين ثبات على 6 غرز حشو. تعالي السطر اللي بعده هعمل 2 حشو. 1 2 حشو والتزايد. كم مرة؟ مرتين. كده انا عملت اول مرة، المرة الثانية 1 2 تزايد. كده بقى عندي 8 غرز حشو. تعالي يلا السطر اللي بعده هعمل 3 حشو.
اتنين تلاتة حشو وتزايد كم مرة؟ مرتين تزايد كده أول مرة بعدين تلاتة حشو واحد اتنين تلاتة تزايد كده بقى عندي 10 غرز حشو هعمل سطر ثبات على 10 غرز حشو يبقى السطر اللي بعده هعمله ثبات على ايه 10 غرز حشو يعني في كل غرزة هعمل غرزة حشو واحدة السطر اللي بعده هعمل 4 حشو واحد اتنين تلاتة 4 حشو وتزايد كم مرة؟ مرتين كده دي أول مرة وبعدين تاني مرة اهي دي 4 حشو تزايد واحد اتنين تلاتة 4 تزايد كده بقى عندي 12 غرزة حشو اشتغل السطر ده ثابت على 12 غرزة حشو يعني في كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة السطر اللي بعده اعمل 5 حشو واحد اتنين تلاتة 4 5 حشو وتزايد كم مرة؟ مرتين كده بقى عندي 14 غرزة حشو تعالي بقى السطر اللي بعده اعمله ثبات على 14 غرزة حشو يعني في كل غرزة حشو هعمل غرزة حشو واحدة السطر اللي بعده هعمل 3 حشو واحد اتنين تلاتة حشو وتزايد كم مرة؟ 3 مرات دي أول مرة هعمل كمان واحد اتنين تلاتة حشو تزايد كده تاني مرة واحد اتنين تلاتة تزايد كده تالت مرة وبعدين هيتبقى اخر السطر غرزتين حشو اشتغلهم غرزتين حشو عاديين خالص كده بقى عندي 17 غرزة حشو السطر اللي بعده هعمل 3 حشو واحد اتنين تلاتة حشو وتزايد كم مرة؟ 4 مرات
هعمل 3 حشو تزايد 4 مرات. هنا اتبقالي غرزة حشو واحدة، هشتغلها غرزة حشو. هنا بقى عندي 21 غرزة حشو. تعالي بقى هنا في اخر السطر، خلاص انا قصيت الخيط، خلاص هخلي اخر حلقتين معايا على الابرة وهيجي باللون الابيض، وهدخل من خلال الحلقتين هخلي معايا الغرزة على الابرة وهاجي اقوم ابقى ربطة البداية مع النهاية. لو مش حابة ان انت ايه تشتغل عليهم فاربطي البداية مع النهاية، بس خلي الغرزة معاكي على الابرة. تعالي بقى على الحلقة الخلفية وهشتغل 21 غرزة حشو. الحلقة الخلفية تمام، يبقى هعمل 21 غرزة حشو على الحلقة الخلفية. تعالي السطر اللي بعده هشتغل 21 غرزة حشو بس في الغرزة كلها. هشتغل سطر ثبات على 21 غرزة حشو. خلصت 21 غرزة حشو، تعالي على اول غرزة من السطر الجديد ونعمل منزلقة ونقص الخيط. حاول بقى ان انا ايه هنضف دي. وتعالي بخيط رمش العين هدي منظر بس كده للطاقية، فهعمل سطر كده ايه حاجة كده بسيطة يعني، غرز حشو منزلقة اي حاجة، المهم تبقى ايه حاجة تديني منظر. ما عندكيش مش مشكلة، مش لازم يعني. تعالي بقى نعمل الكورة، انا عايزاها تبقى كبيرة شوية، فمش عايزة احطها كده لزقة مش هتبقى شكلها حلو يعني. انا جربت اهو نحطها مش هتديني شكل حلو، فهعمل ايه؟ هاجي هنا على الطاقية وهاجي ادخل، بس هعمل ايه؟ هلفها لتحت كده عشان الشغل يبقى لبره، وهاجي هدخل كده فاول سطر هيقابلني بعد الحلقة السحرية على طول، وهاجي ادخل بالابيض وهطلع سلسلة واشتغل في كل غرزة كده، هشتغل ايه غرزة تزايد تزايد. بدخل اهو وبعمل غرزة تزايد. تعالي السطر اللي بعده هعمل تزايد في كل غرزة حشو، هحط بس علامة في كل غرزة حشو، هعمل 2 غرزة حشو كأني بعمل الكورة عادي خالص بس فيها. تعالي السطر اللي بعده في كل غرزة غرزة حشو واحدة. تعالي السطر اللي بعده هعمل تناقص في كل الغرز.
تمام كده. تعالي بقى نقصها ونقفلها بالإبرة. حابة تحطي فيها شوية فايبر كده صغيرين نحط فيها تدي منظر كده حلو. تعالي بقى نقفلها مرة واحدة. وتعالي هنا بس هعمل الايه الحزام بتاع السلوبيت، الحمالة بتاعت السلوبيت، فهعمل 23 غرزة سلسلة كده. انا عملت 23 سلسلة. تعالي بقى من تاني سلسلة من هنا وهشتغل غرز منزلقة، يعني هعمل 22 غرزة منزلقة. خلصت كده ال 22 غرزة منزلقة. هطول الخيط شوية عشان اخيط بيه. هيطلع كده تمام. يلا بقى تعالي نجمع الدبدوب القمر بتاعنا. كده كل الاجزاء جاهزة. تعالي نبتدي. اول حاجة هنعملها الايدين. نركن كل دول كده على جنب ونجيب الايدين. نحط بقى ايه ابرة طويلة. اهم حاجة الابرة هيدخل فيها بس الايه الخيط، يعني ابرة لحاف اي ابرة بس يدخل فيها الخيط ده. انا حطيت الايدين بالدبوس في الجنب كده، حطيت ايد اهي جيت في الجنب بالنظر كده وحطيت واحد، وبعدين عديت 6 غرز حشو 1 2 3 4 5 6 وحطيت الايد التاني. تمام انا حاطه بدبوس. هبتدي اخيط. طيب اخيط فين؟ سطر الرقبه اهو فيه، يعني شايفه السطر ده كده اهو. وتعالي نركب الرجلين. اهم حاجه وانا بركب الرجلين هاخد بالي ان في التناقصات اللي احنا كنا عاملينها هتبقى لقدام. تمام اهي. طيب تعالي بقى انا حطيت فين الرجل، عديت من تحت قلت 1 2 3 4 في خامس حطيت الرجل تحت الايد بالظبط، يعني شايفه اتجاه الايد تحتها بالظبط اهو. تاني كده عد 1 2 3 4 في خمسة حطيت الدبوس بالرجل. طيب الرجل التانية في نفس الصف اهو، حطيت الرجل التانية تحت الايد بالظبط. تمام تعالي بقى نخيطه. نفس ما خيطت الايد هخيط الرجل طبعا بالخيط الباقي من الرجل اللي احنا كنا سايبينه، وابتدي اخيط بس خياطي كويس قوي عشان ما تفكش مننا لان احنا مش هنلزق. ركبنا الايدين والرجلين وكله تمام. تعالي بقى نعمل الانف بتاعته. طيب هحط انا حاطه كده ازاي؟ عديت من تحت طبعا انا في النص، يعني بصي شايفه الايدين انت كده في النص اهو اهي خلاص انا حاطه دي كده في النص اهو ما بين الايدين الاثنين. طيب بعد كام سطر حطيت الدبوس؟ 1 2 3 قمت حاطه الدبوس. تمام طيب بعدت كام غرزة بقى؟ اعد من تحت كام غرزة؟
او خليني من فوق عشان ثبات. اهو 1 2 3 4 5 6، وفي 7 حطيت الدبوس. او عموما وسطاني يعني، مش لازم العدد. بصي شغلنا كله بالنظر اهو، فانتي وسطاني ما بين الايدين اهي، وحاولي تركزي ان انتي، لان ده هيبقى في الوش خلاص. طبعا الايه، الخيط البني لفوق، خدي بالك مش لتحت، لا لفوق خلاص. الحتة اللي احنا عملناها دي، الانف بتاعت الدبدوب لفوق مش لتحت. وتعالي بقى نخيط الانف، بدخل كده هاجي من الحلقة اللي فوق دي لتحت. انا عايزة اخفيها خالص. تعالي بقى وانا بخيط، انا سايبه حته صغيره اهي لسه ما قفلتهاش. هاجي اجيب شويه فايبر كده صغننين، وهدخل بحاجه رفيعه، انا مثلا معايا جفت، وهدخل ادخل شويه الفايبر. كده خيطتها مفيش حاجه باينه. تعالي بقى نعمل الايه، الخط اللي في النص بالاسود، هيبقى هنا في النص تمام. طب هدخل في اي جنب بابره تطريز كده رفيعه، هدخل وهاجي للنص. انا بقى مركزه على النص، يعني انا عارفه النص فين، وهاجي هنا. اهم حاجه ناخد بالنا في الحته اللي في الوش دي، عشان ده هتبقى وش الدبدوب، فهو ده اللي هيديله منظر. بهاجي كده، ممكن اعقدها كده عقد صغيره. ادخلها. تمام. خلاص انا اهو النص. لو حاسه ان هي مش النص شيليها وارجعي تاني. خلاص انا حاسه ان انا كده النص مظبوط، هنزل لتحت. لتحت. وهاجي هعمل خط كمان. يعني هنزل لتحت كده. وهطلع اعمل خط كمان. انا طبعا حسيت ان الخط الاسود ده ما كانش مظبوط، ففكيته وعملته تاني. طيب تعالي بقى نعمل العينين. في اول الخط البني دي هحط فوقيها على طول اهو، يعني ده كده الانف اهو. في اول الخط بتاع الخيط البني حطيت دبوس، وفي الاخر اهو فوقيه على طول اهو، شايفه حطيت دبوس. تمام كده، يبقى في اوله حطيت دبوس في اول سطر بعد ما ركبنا الانف، وفي الاخر حطيت دبوس في نفس الصف. طيب هشتغل كده لتحت. تمام، هشتغل كده لتحت على الغرزتين دول، حاجه كده بسيطه يعني. طيب تعالي اخش من اي مكان وهطلع للدبوس. طيب
طبعا دي ابرة تفريز مكان الدبوس. شيلي الدبوس هاجي هنزل بقى كده واروح واجي كده 3 مرات يعني حسب ما تحس ان العين بقت شكلها حلو بالنسبة لك. تعالي نفس اللي عملته في العين دي هروح للعين التانية. كده انا عملت العين اهي تمام. تعالي بقى نركب الودان. تعالي بقى نقول هنركب الودان فين. الصف بتاع العين هعد صف العين اهو، عد 1 2 3 وفي الرابعة حطيت الدبوس اهي، 1 2 3 في الرابعة حطيت الدبوس، طلعت فوق عديت 1 2 وفي التالتة حطيت بداية الودن تمام. الجهة التانية نفس الحكاية، العين اهي هعد 1 2 1 2 3 الرابعة حطيت الدبوس بس عشان اوريكي انا بطلع ازاي خلاص. وبعدين بعد 1 2 في التالتة بحط الودن، يعني انا حاطه الدبوس بس عشان اوريكي انا بشتغل ازاي. بشيل الدبوسين دول ملهمش لازمه عندي، حط الودن بس كده دبوس فيها وابتدي اخيط الودان. طبعا انا سايبه خيط، حاول بقى ان انا بس اظبط بالدبوس كمان عشان اعرف انا هشتغل فين اهو تمام. يلا بقى نخيط من تحت لفوق. ركبنا الودان وكله تمام. تعالي بقى نلبسه ايه الحمالة. خليني بس ايه دي الظهر، يبقى دي الوش اهي. هاجي من هنا من قدام وهاجي اجيب الدبوس واحطه كده عند الايه بداية الحلقة الامامية اللي احنا كنا سايبينها دي كده، واقوم جايبة الدبوس واحطه كده. خليه لبره كده يديكي منظر حلو. تعالي بقى لورا نظبط بس ايدينا كده لورا اهو، وهاجي في النص واحط دبوس. في النص واحط دبوس وهاجي اطلع لقدام واحط دبوس. تمام كده. طيب الخيط اللي انا سايباه وهخيط لقدام وهيجي بنفس الإبرة دي كده، والورا هدخل كده من نفس المكان لورا. مكان الدبوس وبنفس الإبرة اللي قدام بقى، وهاجي هدخل كده ونشيل الدبوس.
وتعالي نحط كده زرار كده في النص يدي الشكل ايه للسالوبيت حلو. طبعا انا ما عنديش خيط احمر، فبجيب خيط من اللي احنا شغالين بيه، باخد منه ايه فتله كده صغيره اهو، تمام كده. ويخيط بيه بس الايه الزرار ده في النص عشان يدينا شكل كده حلو. كده انا خلصت وكله تمام. تعالي بس هجيب لون بني، ما عندكيش مش مشكلة، حطه كده فوق العين، حط كده بسيط خالص فوق العين. وتعالي بقى جينا للحظة الحلوة اللي احنا هنحط فيها ايه الطاقية بتاعت بابا نويل دي كده على ود الدبدوب، رأيك نحطها كده؟ شوفي انت بقى حابة تحطيها كده، انا حابة احطها كده علشان زي الدبدوبة لما حطنا لها الايه التوكة على جنب، فتعالي نحطه كده على جنب. حاولي بقى شوفي عايزة تلزقيه عايزة تخيطيه براحتك، دي بقى حريتك. انا عن نفسي هلزقه، هجيب اللزق كده واقوم ايه لزقاه. وبكده اكون خلصت معاكي الدبدوب القمر اللي لابس طاقية بابا نويل، ايه رأيك؟ بسيط جدا، وانا مشيت معاكي بالتفصيل في حتة حتة، كل حاجة معاكي فيها بالتفصيل. اتمنى الدبدوب القمر ده يكون عجبك، هو والدبدوبه الاثنين قمرات، يعني عارفه حلوين قوي قوي قوي. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.